بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم يا أحلى متابعين. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة. هنعمل لكم النهاردة كنافة بالقشطة والمكسرات وبولات الكنافة بالكراميل. أول حاجة هنبدأ نعمل القشطة. هنجيب كوباية لبن ونحط في بولة ونحط عليها معلقة نشا ومعلقة دقيق ونقلب كويس لغاية ما يدوب كويس في اللبن. ونحط معاهم معلقة كريم شانتيه ونقلبها كويس. هنرفعها على النار ونقلب لغاية القوام ما يتقل ونحط لها مكعب شوكولاتة بيضة مع شوية لبن. نخففها شوية لأن القوام تقل ونقلب كويس. وبعدين ننزلها في بولة عشان تبرد. وبعدين هنضربها بالمضرب الكهربائي لغاية ما قوامها يبقى كريمي. وبكده القشطة بقت جاهزة معانا للحشو. هننزل الكنافة من الفريزر ونفركها كويس بإيدينا ونكون مجهزين معلقتين زبدة أو سمنة سايحة ونضيفهم على الكنافة ونقلبهم كويس لغاية ما الكنافة تتشرب بالزبدة كلها. نجيب صينيتين. الصينية الأولى هنحط فيها طبقة من الكنافة واحدة بس وندخلها الفرن. هنجيب الصينية التانية ونفرد فيها الطبقة الأولى من الكنافة وبعدين بعد ما نرصها كويس هنحط القشطة. ونفردها على الصينية. ونحط فيها المكسر فوقها المكسرات. هنحط فوق الحشوة الطبقة التانية من الكنافة وندخلها الفرن لغاية لونها ما يبقى ذهبي. وده شكلها لما خرجت من الفرن.
وبكده هنسقيها بشربات خفيف وهي سخنة. وفي الآخر هنزينها بشوية مكسرات على الوش. شربات ونقلبها كويس ونحطها في بولات. بعد ما حطينا الكنافة في بولة هنكون مجهزين كريم شانتيه، هنحطه فوق الكنافة وفوقه مكسرات وفوقه صوص كراميل، وبألف هنا.